تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 24 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 8274 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 28 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1,257,171 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 11,242 قضية سلع غذائية وتموينية مستندية وعينية بمضبوطات وزنت أكثر من 4,231.5 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما تم ضبط 219 قضية بيع بأزيد من السعر أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 92.5 طن، وضبط 23 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت أكثر من 79.5 طن أرز أبيض، وكذلك ضبط 4,919 قضية مخالفة للمخابز بمضبوطات بلغت أكثر من 283.5 طن دقيق بلدي. كما تم ضبط 18 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت أكثر من 137.5 طن سلع غذائية متنوعة وما يزيد على 55 طن دقيق أبيض، وضبط قضيتين بيع بأزيد من السعر للأعلاف بمضبوطات بلغت 7 طن أعلاف حيوانية، وضبط 26 قضية غش أعلاف بمضبوطات بلغت أكثر من 96 طن أعلاف حيوانية، وضبط 18 قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية بمضبوطات بلغت ما يزيد على 639 طن أعلاف حيوانية وداجنة و15 طن أسمدة زراعية. وتم ضبط 303 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت حوالي 75 طن سلع غذائية متنوعة وأكثر من 46.5 طن دقيق أبيض. كما تم ضبط 56 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت حوالي 26 طن سلع مدعومة متنوعة وأكثر من 7.5 طن دقيق بلدي وما يزيد على 35.5 طن أسمدة زراعية مدعمة. وتم ضبط 2824 قضية في مجال عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية. كما تم ضبط 6 قضايا في مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت 25 طن أسمنت و50 طن حديد تسليح. كما تم ضبط 41 قضية في مجال حجب أرز الشعير بمضبوطات بلغت أكثر من 603 طن أرز شعير، وضبط 455 قضية في مجال عدم توريد أرز الشعير بمضبوطات بلغت 1,283 طن أرز شعير. كما تم ضبط 293 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 22,818 عبوة سجائر. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 634,689 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 433,816 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3452 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 136 سائقا منهم. كما تم المرور على 113 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 729 من سائقي حافلات المدارس.
تبين سلبية جميع الحالات، كما تم فحص 559 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، وتبين عدم مطابقة 24 مركبة لشروط الصلاحية الفنية، كما تم رفع 471 سيارة و49 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية، تم ضبط 4461 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة، كما أسفرت جهود رصد مخالفات تركيب أجهزة التنبيه الضوئية أو الصوتية الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها واستعمالها عن ضبط 817 مخالفة الأجهزة الصوتية وضبط 828 مخالفة الأجهزة الضوئية وضبط 2293 مخالفة الزجاج الملون بدون ترخيص وضبط 2712 مخالفة ملصقات و44 محلا مخالفا لبيع الأجهزة الصوتية والضوئية. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 2127 قضية ومخالفة أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 79,195 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة. في هذه القضايا بلغت 60,812,064 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 265 قضية، من بينها 142 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وضبط 123 قضية في مجال مكافحة جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 50 قضية بقيمة مالية بلغت 142,559,716 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2141 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 1,972,000,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 8,239,120 جنيها.